الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات، كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب السلام. والسلام المراد به التحية التي شرعها الله عز وجل لأهل الإسلام، والسلام في شريعة الإسلام من محاسن الإسلام العظيمة. والسلام معناه الدعاء لمن تسلم عليه، تدعو له أن يسلمه الله عز وجل من كل الآفات ومن كل الشرور. ولذلك ينبغي للعبد إذا سلم على أخيه المسلم أن يستشعر هذا المعنى العظيم، أنه يدعو له بأن يسلمه الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الصلاة يقولون: السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، وكذلك يقول السلام على رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي أن الله عز وجل هو السالم من كل عيب ومن كل نقيصة، وهو المسلم لغيره من الآفات والشرور. لذلك لا يقال السلام على الله، وإنما يقال السلام على عباد الله الصالحين. ولذلك على المسلم أن يستحضر هذا المعنى حتى في صلاته، في التحيات، أنه يسلم على كل عبد، على كل عبد صالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. فيشمل هذا السلام جميع الصالحين في السماء وفي الأراضين، الملائكة المقربين، ويشمل الإنس الصالحين، وكذلك الجن، يشمل كل صالح. فلذلك على المسلم إذا سلم وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يستشعر هذا المعنى العظيم، أنه يسلم على كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. كما ذكرنا أن السلام من محاسن الإسلام العظيمة، لما فيه من الدعاء لمن تسلم عليه أن يسلمه الله وأن يرحمه وأن يبارك له. فعلينا أن نستشعر هذه الكلمات التي نقولها، فلا نقولها عادة، وإنما نقولها عبادة، مستشعرين فضلها وما تحتويه من معاني عظيمة. قال: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. فالسلام في الإسلام له مسائل وله أحكام وله فضائل وله أداب، ومسائله وأحكامه وفضائله وأدابه كثيرة. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شيئا من ذلك، وإلا فإن مسائل السلام أكثر مما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى، وعلى عادة المصنف أنه يذكر الآيات ثم الأحاديث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين. لذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فهنا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فدل على أنك إذا دخلت بيتك لا حاجة إلى الاستئذان لأنه ملكك، ولكن الاستئذان في غير بيتك. لذلك قال سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
فدلت هذه الآية على أن من دخل بيته لا حاجة أن يستأذن، ولكنه إذا دخل يسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا دخل بيته استاك أولا ثم سلم على أهله ثانيا، وهذه السنة، يعني غفل عنها كثير من الناس. إذا دخل البيت يستاك أولا ثم يسلم على أهله ثانيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت استاك ثم سلم على أهله. فإذا البيت الذي ليس بيتك فإنك إذا دخلت فيه تستأنس وتسلم على أهل هذا البيت، فإن أذنوا لك فالحمد لله، وإن لم يأذنوا لك فلا يجوز لك أن تدخل من غير إذنهم. وهنا قال سبحانه حتى تستأنسوا، ما قال سبحانه وتعالى حتى تستأذنوا، وإن كان في قراءة ولكن لا يحضرني صحة هذه القراءة، قرأ بها ابن عباس حتى تستأذنوا. والاستئناس أعم من الاستئذان، لأن الاستئناس استئذان وزيادة، الاستئناس استئذان وزيادة، لأنك تستأذن وأيضا تستأنس بما يزيل الوحشة. فإن كان أهل البيت يستوحشون منك لا تدخل عليهم، وإن كانوا لا يستوحشون من دخولك فتستأذن وتدخل وتسلم. وهنا الاستئذان شرع من أجل ماذا؟ شرع من أجل علة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. معنى الحديث أي أن هذا الاستئذان سبب لستر المحارم، بحيث لا تقع عينك على عورة من عورات من لا يحل لك أن ترى عورته، فتستأذن أولا. ولذلك قال بعض العلم أنه يستأذن حتى في البيت الذي أنت فيه إذا كان فيه من لا يحل علي ما لا يحل لك أن ترى عورته، كالبنت الكبيرة البالغة والأم والأخت. ولكن الاستئذان يكون بحسبه، ما يكون من أول الدخول، مثلا يكون في مكان مخصص للبنت للأخت للأم. وقد ذكر بعض العلم أنه قد جاء حديث فيه نص على الاستئذان في الدخول على الأم، ولكن لم أقف عليه. ولكن على كل حال القاعدة الشرعية كل ما لا يحل لك أن تنظر إليه فإنه يجب عليك أن تستأذن قبل الدخول. ومسألة ما يحل لك أن تراه ليس المراد منه ما يراه الإنسان من الوجه واليد بما تجري العادة في رؤيته في المحارم، وإنما المراد الاستئذان من أجل العورات التي نهي المرء أن يطلع عليها. ولكن لو كان في البيت لا يوجد إلا زوجته فإنه لا يحتاج إلى الاستئذان، لأنه يجوز النظر إليها. فنقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسلام الأدب هو أدب قبل الدخول، الاستئذان أدب قبل الدخول، والسلام أدب الدخول، الاستئذان أدب قبل الدخول، والسلام أدب بعد الدخول. ولذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة قالوا سلام، قال سلام، لم يستأذنوا. قد ذكرنا فائدة قبل ذلك أن بعض العلم استنبط أن بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مفتوحا، لذلك لم يحتج الملائكة أن يستأذنوا للدخول عليه، وإنما سلموا. والسلام أدب الدخول، والاستئذان أدب قبل الدخول. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هذا عام في أي بيت دخلت، سواء كان البيت بيتك، كان البيت بيتك، أو كان بيتا لغيرك، فإنه يستحب لك أن تسلم. انظر في الآية الأولى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، نص على الاستئناس وهو الاستئذان هنا، لأن البيت غير بيتك. أما إذا كانت المسألة متعلقة بالسلام ففي كل البيوت سلم، سواء كان البيت بيتك أو كان البيت غير بيتك. لذلك قال سبحانه وتعالى إذا دخلتم بيوتا، هذا عام.
فسلموا على أنفسكم. هل مراد أن تسلم على نفسك تقول مثلا أنا مبارك السلام على مبارك؟ لا، المراد السلام على أهل البيت. وسمي أهل الدار نفسا لك لأن المؤمنون إخوة وهم كالنفس الواحد. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم، مع أن الآية في النهي عن نبز الغير ولمز الغير، ولكن لأن المؤمنون لأن المؤمنين لحمة واحدة وجسد واحد قال سبحانه وتعالى: لا تلمزوا أنفسكم، وهنا قال: سلموا على أنفسكم، فجعل المقابل من المسلمين كنفسك لحقه عليك. فقال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهنا الأمر للوجوب، السلام والتحية سنة ولكن ردها واجب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا فضل، أو ردوها وهذا عدل. إما أن ترد بمثل بأحسن منها أو على الأقل ترد بمثلها، وهذه مسألة مهمة. والرد على التحية كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نوعا وكيفا وكما، بالنوع وبالكم وبالكيف. إذا أردت أن ترد السلام ترد التحية بالنوع وبالكم وبالكيف. أما النوع فترد عليه بنوع التحية التي حياك بها، فإن قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ما يجزئ أن ترد عليه بغير السلام فتقول: يا مرحبا يا مسهلا، لو كررتها 30 مرة ما تجزئ، لابد أن ترد بالنوع، نوع السلام. وقد شرفنا الله بهذه التحية، تحية السلام، فلا يجزئ أن ترد بغير السلام، هذا هو النوع. الثاني الكيف، كيف ترد عليه؟ ترد عليه بمثل ما حياك، إن حياك بصوت مرتفع ترد عليه بصوت مرتفع مساو له أو أعلى منه، إذا رد يسلم عليك وهو مبتسم ترد عليه وأنت مبتسم، وهكذا بالكيفية التي سلم عليك أو بأحسن منها. وبالكم إما أن تعطيه مساوي له أو أكثر منه، فإن قال: السلام عليك، تقول: السلام عليك، هذا واجب، ما زاد عليه هذا أفضل، السلام عليك ورحمة الله وبركاته هذا أفضل وأفضل. وهنا مسألة مهمة، وهي أن ألفاظ السلام ألفاظ تعبدية، ألفاظ السلام ألفاظ تعبدية جاءت بها السنة النبوية، فلا تزيد في السلام شيئا لم يأتي به الدليل. ولذلك بعض الناس إذا قلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يرد عليك؟ يقول: عليك السلام والرحمة. وبعضهم يقول: عليك السلام والرحمة والبركة، وهذا ما ورد. رد كما جاءت السنة، قل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما تقول: عليك السلام والرحمة والبركة، هذا ما له أصل في السنة، بل لو قيل أنه لا يجزئ فهذا أظهر أنه لا يجزئ في السلام ورد السلام، وإنما ترد كما جاءت في السنة. وإذلك جاء عن بعض السلف أنه لما سمع أحدهم يقول: السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، أنكر عليه كلمة تعالى، ما وردت، لا تقل تعالى، قل كما جاءت السنة: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما عليك السلام والرحمة والبركة هذه لا أصل لها في السنة، وهي منتشرة عند الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. نستفيد من هذا أن السلام سنة للأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، فأنت إذا سلمت ورددت السلام اعلم أنك أولا ممتثل لأمر الله. لا بد يا إخوان في مسألة العبادات والطاعات التي صارت كأنها عادات اليوم أن نستحضر أجورها العظيمة، ونستحضر مسألة الامتثال لله عز وجل. فأنت إذا سلمت ورددت السلام فأنت أولا ممتثل لأمر الله،
وممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتد بالملائكة المقربين وبالأنبياء المرسلين وبعباد الله الصالحين. ففي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم الملائكة ورد السلام إبراهيم، فدل على أن هذه سنة لكل عبد لله صالح من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن كل عبد لله صالح. فاستحضر هذه المعاني أثناء السلام حتى تفوز بالأجر من الله سبحانه وتعالى. وهنا في قوله سبحانه وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، ما الفرق بين العبارتين سلاما فقال سلام، وأيهم أحسن أفضل؟ الجملة الأولى جملة الملائكة جملة فعلية، لأن سلام مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، مصدر لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما. بينما قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام معناها عليكم سلام، جملة اسمية. فأيهم أفضل، الجملة الفعلية والإسمية؟ الأفضل الجملة الإسمية التي رد بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الصفة الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية. فدل على أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من قول الملائكة، وهذا يدل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.